ونحن ما نصوروش يا بابا. وعلاش الكيل طوالي تلمينا، شوفونا زغنين من كل مدينة، ربي العالي يوم الحسين تحمينا. يا صحية جامي بدلوا العقلية، وازرق واصفر يا وراو عزالية، حضرة مول والعصي مسحلية، سوسة دولة عصبال البوجدية. دي
Thank you.
Thank you.
الحمد لله. معنا اليوم كانت ما كانتش مباراة سهلة، لكن الحمد لله كنا حاضرين، حضرنا المباراة نتاعنا كيما يلزم. المنافس كنا نعرف عليه كل شيء، حاولنا نلعبوا على نقاط الضعف اللي عنده، حاولنا نتفاداو نقاط القوة اللي عنده، وتوفيق من عند الله، وفقنا ربي اليوم مش خدينا 3 نقاط نتاعنا اللي ان شاء الله معنا في مباراة العودة ان شاء الله تعاوننا برشا. اكيد معنا فريق سنتينا مادام موجود في رابطه الابطال ما يكون كان فريق كبير. الحمد لله اليوم كنا حاضرين اكثر من الفريق المنافس، كنا حاضرين اكثر من نادي سنتينا. صحيح اليوم الفريق قلقنا في بعض الفترات وهذا كنا ننتظروه، لكن الحمد لله كنا مركزين وتفادينا تفادينا الاغلاط اللي صاروا، الفرص اللي سنحت لهم، والحمد لله تمكنا باش انتصرنا 2-0. بارك الله فيك. انا مش جربك على كاس الدول وكاس الثاني، يعني في امور فنيه دونك الكوتش هو مشي كاس الدول. احنا اليوم نادي صحفيه يعني عندها علاقه بالامور الفنيه، دونك الامور يعني ما نحكيش نحكيو على الامور الفنيه. ميرسي بوكو، بارك الله فيك. ميرسي بوكو، احنا اليوم نحكيو على الامور الفنيه والكوتش هذا بالنسبه باش يحكي بالامور الفنيه. شكرا، بارك الله فيك. بالنسبه لنا احنا اليوم تعدينا المباراه الاولى، هذا شوط تلعب في الجزائر، مازال شوط كامل في تونس. بحول الله باش نحاول نحضروا ماتش المباراه نتاعنا كيما يلزم. ما غلط كيف نقول ترشحنا، مازال ما ترشحناش، مازالت عندنا مباراه ثانيه باش نحضروا ماتشونا ان شاء الله كيما يلزم، وان شاء الله اللي فيه الخير ربي يسهل فيه. لكن لقينا نديه كبيره من فريق منافس، كان فريق منافس الحقيقه ضغط علينا، قلقنا في بعض الفترات، لكن الحمد لله معناها احنا من بدايه التحضيرات حاولنا باش نكونوا نحضروا جاهز، تكون جاهزيه البدنيه كما يلزم. الحمد لله معناها اللي حضرناه في التحضيرات واللي حضرناه في المباراه هذه لقيناه اليوم، وتفادينا نقاط القوه فريق الخصم، والحمد لله 3 نقاط مهمين، لكن مازال ما في حد شيء. قلت لك معناها هذا شوط اول تلعب، مازال شوط ثاني في تونس، مازالت مباراة كاملة 90 دقيقة باش نحاولوا نحضروا مباراة العودة. قلت عليها معناها هي المباراة الوحيدة، هي مباراة الفيصل، وان شاء الله تكون مباراة فيها نسق وفيها معناها امور فنية خير من اللي رناه اليوم. بتتالي المباريات ان شاء الله نحضروا فريقين، وان شاء الله نشوفوا مباراة العودة باهية، والاجر ان شاء الله يترشح. يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم، شكرا. يخص. اوت كاستيون. بسم الله الرحمن الرحيم. كما شفتوا المقابله يعني كنا نعلموا باللي راح تكون صعبه، وذلك للنظر لنقص التحضير. كما شفتوا حتى ريتم المقابلات يعني في الشوط الاول يعني ما دخلناش مليح في المقابله، وذلك لنقص اللعب يعني اللعب المقابلات الوديه اللي خصتنا كثير. لاحظنا باللي ريتم ما كانش فيه عند اللاعبين، رغم ذلك يعني وقفنا نقدروا نقولوا الند للند،
وكنا قادرين يعني نسجلوا يعني في فرصتين او ثلاثه. ايضا يعني فريق نجم الساحل يعني كان يعني واقف مليح فوق ارضيه الميدان، خاصه يعني كان بلوك سواء يكون بلوك او وين ما خلناش خرجوا الكره، لكن صبنا الحلول. ونظن يعني في الشوط الثاني كما شفتوا يعني الهدف اللي تلقيناه يعني كان ضد مجريات اللعب، وين كنا متحكمين مليح في اللقاء. خطا فردي كلفنا يعني غالي، ونظن يعني بقينا نحاولوا باش نسجلوا هدف تعادل، ونظن يعني سجلنا هدف تعادل يبقى دائما الحكم للحكم. نظن يعني حاولنا باش نسيروا اللقاء يعني بالامكانيات الموجوده، حتى اللاعبين يعني تاهلوا يعني ما كانش عندهم ريتم مليح باش يكونوا يعني حاضرين 100%، لكن ايضا صدمنا امام الواقع. نظن يعني فريق كان محضر علينا، ونظن يعني كنا قادرين المقابله كانت اقرب الى تكون يعني التعادل 0-0 كان يكون منطقي. لا نظن يعني ما عدا نظن يعني بعض الاخطاء اللي كانوا باينين يعني في 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 جهه معينه، نظن يعني الباقي يعني كان واقف مليح وكان حاضر يعني خاصه في ليديال، وين ربحوا ليديال تاعهم. بطبيعه الحال دائما يعني نحن ما نتكلموش على 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 فرد والله على اللعاب، نتكلموا على مجموعه كامل. نظن نقص التحضير بان اليوم اللي فوق ارضيه الميدان. تفضل. لا ما لعبناش يعني الكرة الطويلة، يعني لعبنا يعني كما شفتوا يعني الكرة كانت تخرج يعني صغيرة من الوراء. حاولنا بطبيعة الحال يعني نوصلوا منطقة ما يكونوا فيها يعني تمريرات عرضية، وذلك في ظهر المدافعين، وذلك لنظر لطول القامة تاعهم. حاولنا كما شفتوا يعني مع دخول دمان يعني كانت فرصة تمريرة مليحة من عند اللاعب ديب، وين سجلنا هدف. نظن يعني كنا نبحثوا على هذه الأشياء اللي ما تكررتش يعني كثير. ايضا يعني التموقع تاعهم يعني في الخلف يعني كنا عارفين ايضا راح يلعبوا لنا على لي ترانزيسيون رابيد. نظن الشيء اللي ما خلاناش يعني تضييق المسافات ما خلاناش يعني نلقاو لي زانترفال ونلقاو الاخر، سي بور سا اون اكسي لو ترافاي تاعنا سور دي سونتر في ظهر لي ديفونسور. بطبيعة الحال تبقى كرة القدم يعني دائما يعني كما قلت يعني لامونش الاولى خسرناها هنا في قسنطينة، لكن هذه الخسارة نظن يعني مع المردود تاع اللاعبين يعني اللي كان نقدروا نقولوا ما كانش النتيجة ما كانش منطقية، وذلك النظر للمجهودات اللي بذلوها اللاعبين. نظن يعني راح بطبيعة الحال راح نواصلوا نعملوا، وان شاء الله لما لا ان شاء الله كرة القدم دائما تبقى فيها مفاجآت، ولما لا تكون مفاجأة في صالحنا بحول الله. بالنسبة لنوعية اللاعبين الأفارقة ربما اللي شاهدناهم في تشكيلة نجم الساحلي، لاحظنا انه صنع الفارق خلال هذه المباراة خاصة في وسط الميدان، ألا ترى ان المشاركة في مثل هذه المنافسات تتطلب نوعية من هؤلاء اللاعبين خاصة الأفارقة الذين يملكون خبرة في هذه المنافسات؟ لا بطبيعة الحال يعني الأفارقة دائما يعملوا الفارق خاصة في هذا النوعية من المقابلات، وأيضا يعني كما شفتوا يعني حتى ريتم يعني قلت لك ريتم تاع النجم الساحلي يعني كان باين باللي ريتم لاعبين عدة مقابلات ودية، لاعبين خارجين من مقابلة ضد المينو، نظن يعني راهم مستعدين للمقابلة هذه، يعني عكس الفريق تاعنا اللي خرج من بطولة ماراثونية. تأهيل اللاعبين يعني كان في آخر لحظة، كانوا يلعبوا دائما كانوا يلعبوا ويشاركوا وما يشاركوش، دائما هذه الأمور من الناحية البسيكولوجية يعني تخلق دائما يعني تكون العواقب تاعها مش مليحة على الفريق، لكن رغم ذلك حنا عملنا بالشيء الموجود، حاولنا باش نوقفوا الندل لفريق النجم الساحلي، لكن يعني في بعض الأحيان كما شفتوا يعني الهدف اللي سجل لنا الهدف الأول يعني كان ضد مجريات اللعب تماما، يعني كنا متحكمين مليح في الشوط الثاني وين دخلنا مليح. الهدف يعني سجل ضد مجريات اللعب، الشيء اللي خلانا بعدين نحاولوا نرميو كما تفضل الاخ يعني بعض الكرات الطويله باش نعدلوا النتيجه. عدلنا النتيجه بدخول اللاعب دمان، القرار الحكم يبقى دائما يعني كنا نشوفوا في الصوره يعني